وأنا بتكلم مع صديقة ليا مرة قالت جملة علمت فيا. الصديقة دي سيدة فاضلة جدا ومؤمنة وبتخدم ربنا بكل قلبها. قالت لي أنا عندي حماس جديد إني أغير طريقة أكلي وأهتم بالرياضة واللياقة البدنية لغرض واحد، أنا عايزة أعيش دعوة ربنا لحياتي وأختمه بكل قوتي وطاقتي عشان أحقق كل اللي هو عايزني أحققه. بولس الرسول قال الكلمات دي في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 9 وعدد 25 و27، قال وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. إذن أقمع جسدي وأستعبده حتى بعد ما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. وصية الكتاب هنا هي عن ضبط النفس، نحن نضبط أنفسنا في أكثر من جبهة عشان نحقق غرض الله لحياتنا. يمكن شيء من الأشياء اللي مش بنتكلم فيها كتير في هذا الصدد هو ضبط أجسادنا عن طريق الأكل الصحي واللياقة البدنية، كأن ربنا ما يهموش خالص حاجات زي الصحة أو الأمراض اللي بتيجي علينا بسبب عدم اهتمامنا بأجسادنا. أجسادنا ملك الرب. في نفس الرسالة لأهل كورنثوس أصحاح 6 الكتاب بيقول لنا أن كل الأشياء تحل لي، ولكن مش كل الأشياء توافقني كابن أو بنت الرب. كله يحل لي ولكن لا يتسلط علي شيء. ليه؟ لأن جسدي للرب، لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم. الغالبية العظمى من السيدات اللي أعرفهم وأنا واحدة منهم طبعا، جربنا نعمل رجيم أكتر من مرة عشان نحسن منظرنا. الآيات اللي ذكرناها بتدينا دافع تاني لاختيارنا الغذاء السليم، إننا نمجد الله ويكون جسدنا مستعد لكل عمل صالح ربنا دعانا ليه. الكتاب المقدس فيه أكتر من ذكر للشخص الشره أو الأكول، ولا واحد منهم إيجابي. الأكل الزيادة في كتير من الأحيان بيكون مسألة قلبية مش مسألة جوع. مسألة قلبية ليه؟ لأني بخلي شيء يتسلط عليا لأني ضعيفة قدام شهوة معينة، أو لأني بحاول أداوي جرح جوايا بإني أكل. بخلي الأكل نوع من الدواء، بخليه الشيء اللي بيديني راحة نفسية وتعزية، حاجة بجري ليها بدل مجري ربنا عشان أرتاح. ربنا عايزنا نتحرر من تسلط أي شيء علينا، وعايز يشفينا جوه قلوبنا. شفاءه لينا هيساعدنا نغير اختياراتنا وتصرفاتنا تجاه أشياء كتيرة من ضمنها الصحة البدنية. النهاردة الرب بيواجهنا في مسألة الاعتناء بأجسادنا من ناحية الطعام والحركة. قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، دي الوصية اللي لينا في رسالة رومية أصحاح 12 وعدد 1. سؤاله لينا ليك وليكي هو هل أنت مستعدة تديني نفسك بالكامل بكل حاجة فيكي؟ في حفرة بنقع فيها كلنا تقريبا لما بنقرر ان احنا نحسن طريقة اكلنا ونبتدي نمارس اي نوع من انواع الرياضة. الحفرة دي هي ان احنا بنكون عايزين نتائج سريعة. ليه اصدقاء عملوا رجيم للتخسيس عشرات المرات وبيرجعوا يزيدوا في الوزن تاني. في منهم بيخسوا بسرعة جدا، رجيم قاسي بنسميه يعني، وانا عملت عدد لا بأس به منهم، لكن الوزن عادة بيرجع تاني. المشكلة في الطريقة دي هي ان احنا عايزين نتائج سريعة جدا من غير تغيير جذري في الطريقة اللي بناكل بيها. بدل ما غير نوع الطعام وطريقة الأكل للمدى الطويل، بحرم نفسي بشدة في المدى القصير. بس الحرمان بالدرجة دي مش ممكن يستمر لأن مفيش حد بيقدر يستحمله. الحقيقة هي اننا لو قررنا ان الموضوع هياخد وقت واني هضبط طريقة أكلي وغير حاجات بسيطة، لكن ههتم من هنا ورايح بنوع الطعام اللي باخده، مع الوقت هوصل للهدف بتاعي. الوقت ده ممكن يكون 6 شهور أو سنة أو سنتين، لكن النتيجة مضمونة والتغيير في عادات الأكل هيكون على طول. أنا طبقت نفس المبدأ بالنسبة لممارسة الرياضة. في الأول كنت بحمس نفسي جداً واشترك في الجيم واروح كذا مرة في الأسبوع، يعني كنت بتنقل من صفر لبرنامج رياضي شبه مكثف. ولا مرة نجحت في الاستمرار، فطبعا جسدي ما استفادش خالص على المدى الطويل. فقررت اني ابتدي بالقليل، تمشية لمدة نص ساعة مرتين او 3 في الأسبوع، حاجة اقدر عليها واقدر ازود عليها مع الوقت بعد ما اصبحت شيء معتاد بالنسبة لي. ما عادش مهم
بالنسبه لي كميه الرياضه، لكن ان الرياضه او اي نوع من الحركه تكون جزء من حياتي. اللي بنعمله باجسادنا بيأثر على نفوسنا، بيأثر على انتاجيتنا طبعا، وكمان على احساسنا بالرضا واقبالنا على الحياه. ربنا بيطلب مننا النهارده ان احنا نسلموا اجسادنا. خلونا نطلب معانته ونبتدي. نبتدي بقرار واحد، بخطوه صغيره، ان احنا نغير حاجه واحده في طريقه الاكل او في الحركه، وبعد شويه نغير حاجه تانية ونزود الحركه حبه. مع الوقت هنوصل للهدف اللي يمكن بقالنا سنين بنحلم بيه ومش عارفين نحققه. هختم بكلمات التشجيع دي من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي أصحاح 5 وعدد 23. بيقول الكلمات دي كتشجيع لنا كلنا: وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، وتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم إلى مجيء ربنا يسوع المسيح. آمين.